افتتح فريق الجيش الملكي في علاقته مع أنصاره وجماهيره عبر لقاء تواصلي هو الأول من نوعه، لقاء قدم خلاله الفريق العسكري التركيبة البشرية التي سيعتمد عليها في الموسم الكروي الجديد. الروبورتاج للمهدي صوابن وعزيز ماجد. الجيش الملكي وفي سابقة هي الأولى من نوعها يتواصل مع أنصاره عبر لقاء وثقته بالحضور والمواكبة مختلف وسائل الإعلام، لقاء قدم خلاله الطاقم التقني حصيلة استعدادات الزعيم للموسم الجديد من معسكرات ولقاءات ودية. الموعد شكل فرصة لتقديم التركيبة البشرية التي سيعتمد عليها بما في ذلك الوافدون الجدد وعلى رأسهم الدولي أيوب الخالقي. الموسم غادي نلعب ان شاء الله على البطوله، ويعني هذا طموح ديالي وطموح ديال الفريق. ان شاء الله في حاله فوز البطوله فيعني ما عنديش شي مانع بانني نزيد نجدد مع فريق الجيش الملكي. يعني الرهان اللي غادي يكون فريق الجيش الملكي الا هو الرجوع للسكه ديالو صحيحه، ورجوع السكه صحيحه هو يتحقق نتائج ايجابيه، وخصها تبدا منذ البدايه، وحنا عارفين يعني مقبلين على بطوله سوف تبدا بدايه ساخنه. هذه البادرة لاقت استحسان من حضر من الجمهور العسكري بمختلف أطيافه. المدينة مزيانة في حد ذاتها، مدينة مزيانة، ما يمكنلكش أنت فارق كبير يرجع للدوزيام ديفيزيو ولا يرجع للصفوف الأخيرة. 4 سنوات ما شفنا والو. حنا راه ماشي ضد الإدارة وضد الفريق، هذا الفريق الله سبحانه وتعالى اللي حببنا فيه، حنا راه تنحبوا هذا الفريق، راه الأم ديالنا هذا الفريق، ولكن ما يمكنلكش أنت تشوف فريق ديالك غادي وتسكت. وبخصوص الأنباء التي ترددت حول رفع الحظر عن استقطاب اللاعبين الأجانب، قال الطوسي: لا، ما نقدرش نجاوبك على هذا السؤال. حنا كما قلت لك الطلب مشروع باش كل الفريق، ولكن فريق الجيش الملكي عنده قيم ديالو وعنده مبادئ ديالو، يمكن ما تيغيرهاش وكتبقى ماشي رشيد الطوسي اللي غيجاوب عليها. الجيش الملكي سيدشن الموسم الجديد يوم الأحد بملاقاة مضيفه شباب أطلس خنيفرة في انتظار الإعلان الرسمي عن الملعب الذي سيستقبل به الخصوم.